مرحبا مرحبا مرحبا، صح شريبتكم ومرحبا بكم في برنامج التعليل، حلقه قويه كما اللي استنستوا بهم اليوم، حلقه كلها مفاجئات. بحذانا عزيز جانا من ولايه منوبه. مرحبا عزيز، حاجهكم بيك لاباس؟ الحمد لله. حسيتك انت ستريسي اكثر من خطيبتك اللي باش تجي، علاش؟ خايف من العرس ولا خايف منها؟ خايف من الرياكسيون نتاعها. خايف من الرياكسيون نتاعها؟ هي لمرحله تيميد شويه، عرفت حشامه وكل مي ما نعرفش كيف تشوف السيتياسيون اللي بتتحط فيها، هي ممكن تعمل رياكسيون اخرى كومبليتمون ديفيرونت على الحاجه اللي نعرف الطفله اللي عليها. انت عندك سوابق معها؟ الحق مريك متحمس اللي باش يصير بعد شويه؟ بيان سور انا متحمس اكثر منك. خلي المشاهدين معنا يتفرجوا في التعليله. مرحبا بكم في برنامج لشيف دابور، كما كل يوم حلقة جديدة وضيفة جديدة. بحضرنا ريهام. مرحبا ريهام. مرحبا، عايشك لاباس عليك؟ الحمد لله. صنيفة في العادة ولا لا؟ شوي شوي حسب ما قالوا لي، وقعدت متردة كي كلمناك، نجي ما نجيش، علاش؟ خوافة؟ علاش؟ من شنو تخاف؟ مو كإكسبيريونس أول مرة، ما عندك شوية تراك؟ برشا. ما تخافش من التراك، أنا معاك. طيب، اكثر الحار ولا الحلو؟ الحلو. الحلو باه، ان شاء الله تجيك روسيت بهي. يلا تفضل اختار. فندق الغله. فندق الغله. جاتك حار يذوب كان تربح ماله ولا تجيب روحك؟ لا ان شاء الله نجيب عليك. ثم فواياج لتركيا ان شاء الله، 10 دقائق يربطوك على تركيا. اي ما حاجتكش بالفواياج؟ قولي ما حاجتيش بالفواياج. لا لا، حاجتي حاجتي. على جاي لنا ما سافرت انت؟ لا. وانت جايه لهنا على خاطر شنو؟ خاطر فويا صارت تحب تسافر. هيا بيه برا نبداو. واي 3 2 1 تبكرونو. يا اخي كيفاش بالله، شكون خلاها تدخل هذا البرنامج؟ كيفاش شاركت وكيفاش كلمتوها وكيفاش قلتوا لها ايجا؟ ما عملتوش كاستينغ؟ اش معناها كيفاش؟ انا مولا البرنامج، ماما ما تناقشنيش. هي انت صحيح مولا البرنامج، اما فما احترام زاد. اش بيك توتال؟ شنو هي لا كيفاش؟ هاني نحترم فيك. شنو هي لا كيفاش؟ مل فهمتش كيفاش تختاروا فيهم؟ لهنا باش نزيدوا في استفزاز الضحيه، قلنا يدخل المستشار الوهمي لبرنامج الطبخ، وبعد نقاش طويل قرر المستشار ينسحب ويهز معاه القضيات اللي شراها بفلوسه، وهذا كان بالاستعانة بعد المنفذ باش ضيفتنا تصدق أكثر الحكاية. لي شيف دابور بحذينا ريحاب. ريهام. باهي باهي نغلط. ريهام، شنو إحساسك في البرنامج هذا؟ زعما تنصح الناس اللي يجيو مرة جاية؟ بيان سور. هل تربح فلوس ينجموا يعيشوها؟ هل تربح الفواياج ولا؟ ان شاء الله. شنو علاش؟ عندنا عرس جيت تصرف لا سال دو فيت فوقك. يا ودي خلينا نخدموا، علاش بوز؟ علاش هكا؟ خلينا نصوروا. في 5 مينوت عندنا عرايس يدخلوا على رواحهم. يا ودي كيفاش؟ انا توا شو حلقه فات مشيت في الماس، سبونسور تنحالي. عرس شنو ماشي في وسط الاوتيل هذايا؟ نحكي معاك. عليه 5 مينوت بوز، هاي 5 مينوت. ولد فما عرس باش يدخل، خلينا نكمل الكل. بيقول لهم يستنيو، خلينا نعطيو احنا المود لافا ويدخلوا. نجموا ولا؟ نجموا ولا؟ لا ما نجموش شيخ، عرس بلا. ديما هكا المشاكل والعرك وها وذايا وعرس، هاو سيمينير، هاو واحد. فما ولا فما تصوير ساعات أكثر من هكا في مشاكل. قام ياخذ وقت اكثر من هكا، ولا تلقاهم فما كان يبدا مخرج ولا منشط يصيح ويعايط، انا تسمى راهو حتى شيء. We'll be right back.
شكون؟ مش ترى فينا ما مش باين المشهد قدامك انا ما عارفين. يا اخي شنو شكونك؟ ماكش ترى في عروسه يا مدام شو هذا؟ هذا تقول لي خطيبي دير شانك مدام يا مدام عايشك برشا زي وشيت على روح سامحني انت معايا ما شفت حتى نهار خير في حياتك فما شيء سامحونا اخويا مدام فسر لي شنو الحكايه ريهام خطيبي شنو خطيبك شو ديها بارده مسكينه ارجع 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 نخدموا مدام على روحنا انا خدمه يا ربي هنيك اختارف هذيا كنت معايا قبل وبعت عليها خاطر رسمي انسانه عاتبه شنو لا لحظه لحظه اذا تعرفها نعرفها ليكس نتاعي هذا ليكس نتاعك ايه عاد ما تقولناش انت هكا مدام من الاول ما قلت مش قلتي خاطبه انا مخطوبه مخطوبين شنو ليكس نتاعك انت مالك شنو اليوم مالي شرفها في ديك منين مخطوبين انت اسمك عزيز هذا اسمه عزيز عزيز ايه ربي هني عزيز يا عزيز خويا ربي هني ربي هني عشان نخدم روحنا عايش يرجع معرس شنو تكع علينا انت شبيكي ما تكعش علينا ايه ما تكعش علينا معايا انا قعدت عرس هاي خويا اسمعني برا شوف انسان اخر انا شفت حياتي مع الانسان هذايا انت برا شوف حياتك مع عبد اخر انا وياك مانيش لبعضنا هكا هو صار في الموسى يا لا لا اسمعني بدلوا الباب برا ادخلوا من باب اخر خليك الباب لا باب لا شباك بلاها برا ومشوا الباب وين يدخل وين قالك ما نعرفكش قالك ما نعرفكش برا خويا بدلوا الباب يا خويا برا مشوا ادخلوا من باب اخر برا امشي من باب اخر هز مرتك وامشي هز وامشي خويا من بلاصه اخرى برا امشي ربي هنيك نكملوا فرح خلينا ناس فرحانين نغزل لهم كيفاه جيه ولا هنا يعلم بهم ربي مين جايين جيتي تو تمر علينا الفرحه نتاعنا في سايب برا لا اله الا الله برا امشي اخرج اخرج صحيت سيب راجلك سيبه ما كان قال لك انت راجلك ما عادش تو خويا انت عامل شخصيه روحك ما عندك هذه ولا هذه ما عندي حتى دخل فيها اغزر لها لسنا كيفاه قلت لك من يذا برا وبدلوا الباب ولا امشيوا تعديوا فيسع من هنا تعديوا امشيوا فيسع روحك ولابس وعامل من فضلك عشقت سايب هبط يديك سايب هبط يديك ما غير ما تمسني خرجوها هذيا شوفوا لنا حل مسيو يا سي عزيز عزيز برا ربي هنيك هاني باهي نشددها برا ربي هني بالك ربي بعث لك حاجه ما خير معناتها بالك ربي بعث لك حاجه ما خير الدنيا بالمكتوب راه توقعت انت منه نهار يا من هكا اي علاش وصلنا عملنا هكا طلعش عملت مع خالتي ما شيء ما نعرفش شنو اللي صار والله ما نعرف عندك برشا معاه انت يا اخي انت عندك في ثقه قبل ما عندكش في ثقه بارامودي ها وطلعت انت ماكش مالي يدك منه شنو نعملوا له ترى السيد هنا يطب شيء مع عائلة وعروسة وفرحان يقول لي ما عادش نحبها شو نعمل له وين؟ ربي هني راه تلقاه شيخ تو مع عروسته فرحان في الصالة ربي هني قول ربي هني ما قولش ربي هني الله لا يهني لا قول ربي هني يا ريهام وخيتي يا ريهم خيتي وسع بالك بي انا شنو نجم نعمل تحبش اني نجيب لك راجلك جيب لك شي راجلك هذا جيب لي شي حتى ليكيب كلها ولات مفجوعه والله تبكي جيب لك راجلك هذا ترى حل عينيك ترى يحل عينيك ودور وجهك علاش هكا يغزر لي حتى بركه شويه ليه عادي الحقيقة ما توقعتيش ما انت راه خليتك تعرس في الاخر
ديجا قلت لك انا قلت فيك ما برجو ليا الوجه اللي شفته قبيل لا حاجه شو قلت فيك كلام وقت اللي انت مع مرتك معناتها الثانيه بالطبيعه قلت فيك كلام خويا مش لازم نعاودوا لك تتفرج فيه اما قابل بالواجب فرحت بيك نطلب منك السماح تقبل باش تعدل الحلقه ولا نقبل تقبل سامحونا على الدمعات اللي هبطوا بي ميرسي بوكو يعطيك الصحه عزيز خويا ان شاء الله قمنا بالواجب ربي يقدر على فعل الخير وكا يعطيك الصحه على خير الناس كل لي 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 بخت العامل بالعاني خوصة وحنا في ديها يو خلاني نعاني نقلب سافيها عليها بقلادة في زماني لا تردوني بالله عليها ناكلها بسناني والله